الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا، تدل رؤية الجرجير الأصفر في المنام، والله أعلى وأعلم على الاضطرابات التي يمر بها صاحب الرؤية هذه الأيام. إذا رأت المرأة الحامل الجرجير الأصفر علامة على المشاكل التي تتعرض لها في فترة الحمل، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الجرجير باللون الأصفر علامة على فترة من الفتور والمشاكل مع أسرة زوجها ومع زوجها، والله أعلم. إذا رأى الرجل وهو في عمله الجرجير الأصفر علامة على مشاكل في عمله، والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج أنه يشتري جرجير أصفر في المنام علامة على الاضطرابات مع أهل زوجته، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يشتري الجرجير الأصفر الكبير في المنام علامة على اضطرابات كبيرة تسبب له إرهاق كبير في حياته، والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تشتري جرجير كبير باللون الأصفر علامة على تعرضها للضيق والهم هذه الأيام، والله أعلم. قد يدل رؤية شراء الجرجير الأصفر في المنام على اليأس والاستسلام في حياة هذه الفتاة، والله أعلى وأعلم. أما رؤية أكل الجرجير في المنام، والله أعلى وأعلم، علامة على تعرض الرأي لفقدان أمواله، كما تدل رؤية أكل الجرجير للمرأة المتزوجة علامة على الأزمات والاضطرابات مع زوجها هذه الأيام، والله أعلم. عندما ترى الفتاة العزباء أنها تأكل الجرجير في المنام علامة على خلافات كبيرة تعيشها مع أسرتها بشكل كبير هذه الأيام، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله.